الست ام محمد هي بعد رمضان، لانه بيبقى في رمضان حاله كده بيبقى احنا عندنا نشاط في القران وفي الذكر، فعملت نفسها اوراد استمرت عليها ما بعد رمضان. كان بيحصل مش فتور ولكن انشغال، تزور معرفش حد من القرابة، حماتها قرابتها، فيحصل انها تتعطل عن الورد ما تقدرش تقوم بيه. حضرتك نويتي الخير وامتنعتي بعض الوقت عنه لعذر، فلا شيء عليك، المحافظة على الخير مطلوبة. ودايما نتذكر، يعني مجرد ما نتذكر والفرص الزمن يعني يعني على اني اقدر ارجع للي كنت بعمله، ارجع واقرا الورد بتاعي. طب ده الوقت ضيق وانا متعوده مثلا اخد قدر كبير، يعني الله سبحانه وتعالى يعني احب الاعمال اليه ادومه وان قل، فانا لقيت نفسي الورد الكبير بجيبه مش قادره النهارده، جيبي ولو قدر قليل، دومي بس قدر الطاقه، لكن شيء عليكي لا، ده من باب التفضل والأشياء اللي انت بتتقربي بها إلى الله سبحانه وتعالى من ألوان الطاعات والقربات. فأجيب، مش لازم أجيب نفس القدر إذا كان اليوم ده مشحون بزيارات واجبات، ما هي كلها طاعات وكلها من صنائع المعروف. ويا سلام لو يعني يجملها الإنسان بالنية الطيبة، أنا بنوي ده طاعة لله، بزور حماتي طاعة لله، أطلب دعاها طاعة لله، أدعو لها طاعة لله، أزور مريض طاعة لله، أود قرابة طاعة لله. فأنا بحول حتى بذلك أبسط العادات واللقاءات من لقاء عابر ما خدش عليه ثواب إلى لقاء أنا مبطن فيه النية وعازم فيه إنه ده طاعة لله، فتتحول العادات إلى عبادات. ويؤجر الإنسان حتى إن أنفاسك في هذا المكان بتؤجري عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعنا، ودوما ندعو الله سبحانه وتعالى عقب الصلوات المفروضات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مع دوام الدعاء للوالدين.